إذا تقترب حالة الإصابة بكورونا حول العالم إلى نصف مليون حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى نحو 21,000، أرقام كبيرة وسرعة انتشار واسعة مدفوعة بالأرقام التي تسجلها القارة الأوروبية والولايات المتحدة. كورونا ليس مجرد فيروس، فبعيدا عن الناحية الطبية والعلمية له، فقد ألقى بظلاله على النظام الدولي، وباتت التحالفات والمنظمات الدولية تحت ضغط الوقت والقدرة. وفي السياق، يشير العديد من المراقبين إلى حالة من التفكك أصابت الاتحاد الأوروبي من خلال نأي كل دولة عضو إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية، فتركت دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وحيدة في المواجهة وسط انهيار أنظمة صحية عديدة. كورونا بات يترك أسئلة كثيرة حول مستقبل النظام العالمي وحجم الكوارث التي ستتبدى عقب انتهاء الأزمة، فضلا عن التحولات، خاصة أن البعض يقارنها بأحداث 11 من سبتمبر وحجم التحولات التي أحدثتها. في الوسط من كل ذلك، يبدو الاقتصاد العالمي في عين العاصفة مع الحجم الهائل للإنفاق في هذه الفترة. سلطان القيس يستعرض لنا بعض الأرقام حول إنفاق هذه الدول. إذن تسارع دول إلى الإنفاق ووضع الخطط الاستراتيجية، الآن البعض جاء تدخلها وتحركها متأخرة مع ارتفاع وتيرة والمنحنى الوبائي لانتشار هذا المرض كورونا COVID-19 كما يسمى علميا، وفيها تسجل في كل دولة الأرقام تتسارع، وكذلك الأنظمة الصحية لبعض الدول تنهار، والتساؤلات حول التضامن العالمي أين هو؟ إذن طارق، الأرقام تتحكم بالإجراءات الحكومية، والأرقام مرهونة بالمنحنيات الوبائية وأيضا التطورات التي تطرأ على هذا الوباء الذي بدأ يتسع انتشاره بسرعة. أرقام عديدة ومتنوعة جمعناها نستعرضها معا. اتخاذ الحكومات للإجراءات الاحترازية في مكافحة كورونا هدفه الحد من تعاظم الوباء، حيث تبني الحكومات منظومة إجراءاتها بناء على إحصائيات مرتبطة بحجم الانتشار بالنسبة إلى الزمن، فيما يسمى المنحنى الوبائي. تصبح هذه المنحنيات بمثابة قاعدة بيانات نتابع هذه المنحنيات. مدينة ووهان الصينية نقطة انطلاق الوباء، سجلت في الأيام الخمسة الأولى حوالي 100 وفاة، وواصل الانتشار اتساعه حتى 35. في اليوم 35 بلغت الحصيلة أكثر من 2000 وفاة، ثم بدأ المنحنى بالهبوط كنتيجة لاتخاذ الإجراءات الجديدة. أما مدينة لومباردية الإيطالية، بؤرة الانتشار في أوروبا، فقد كان مستوى التسارع فيها أعلى، حيث سجلت في اليوم 50 وفاة، وبحلول اليوم 25 اقتربت من 5,000 وفاة. العاصمة الإسبانية مدريد أيضا سجلت أرقاما عالية، ولكن منذ البداية، في اليوم 5 اقتربت من 100 وفاة، وفي اليوم 13 اقتربت من 1,000 وفاة، مما يقرع جرس الإنذار لأرقام أكثر رعبا. ولكن المفاجأة الحقيقية تتجلى في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، فبحلول اليوم 5 تجاوزت الوفيات فيها حاجز 100، مما يضع نظرية السلاح البيولوجي جانبا. على المستوى العربي، اتخذت عدة دول إجراءات احترازية فعلا، وخصصت ميزانيات لمكافحة الوباء، نستعرضها معا. الإمارات رصدت 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشي الوباء. أما قطر فقد رصدت 20 مليارا كحوافز مالية للقطاع الخاص. السعودية خصصت 13 مليارا لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا. مصر وضعت خطة للتعامل مع أي تداعيات تكلف 6,400,000,000 دولار. كل هذه الإجراءات تبقى هي العلاج الوحيد في مجابهة الفيروس الذي لم تتمكن الصناعات الدوائية بعد من الإجهاز عليه. إذن طارق، كما شاهدنا، هذه الإجراءات مرتبطة بالمنحنيات الوبائية، الدول تدرس الدول المشابهة لها
في المنحنى الوبائي الخاص بالدولة، ثم تقوم ببناء إجراءات تتناسب مع شكل هذا المنحنى وحدة تصاعده. إذا لا أحد يعلم علم اليقين الأثار والتداعيات الاقتصادية التي سيترك هذا الوباء الذي ينتشر سريعا في كافة أرجاء المعمورة، هذا إضافة عن المخاطر الصحية مع سرعة تفشيه والمنحنى الوبائي الذي عرضته للتو. سلطان القيسي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أتوجه مباشرة إلى واشنطن، معي من هناك رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم. كذلك أرحب بضيف من باريس الباحث في العلاقات الدولية طارق وهبي. أهلا بكما دكتور بول سالم من واشنطن. ما يعني برأيك ما هذا الوباء، ما الذي كشفه على صعيد السياسي العلاقات بين الدول وحجم وتأثير كل دولة وقدرتها على مواجهة هذا النوع من الكوارث؟ يعني أولا أن تبين أن النظام العالمي المنشأ منذ عدة عقود، يعني منشأ على أساس الاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية ربما التقليدية، ولكن لم يكن مهيأ لا بأنظمة طبيعية ولا بالأنظمة السياسية أو اتخاذ القرار لتقصي بدايات هذا الوباء والتصدي له بشكل عالمي أو بشكل دولي. يعني انتهى الوضع إلى أن تتعاطى كل دولة على حدة بهذه الأزمة. الصين بدأت بالمواجهة، ومن ثم إيطاليا وإسبانيا، والآن الولايات المتحدة والدول العربية، ولا نرى عمليا مقاربة عالمية أو دولية. في واشنطن يعني الجهات التي تنتقد إدارة الرئيس ترامب منذ عدة سنوات تقول أن فشل العالمي بالتصدي لهذا الوباء هو جزء من نتيجة يعني سياسة الرئيس ترامب التي لا تؤمن بالتعاون الدولي ولا بالمؤسسات الدولية، وتنظر حتى إلى الحلفاء كنوع من الأعداء الاقتصاديين أو الأخصام الاقتصاديين. أما الدولة الفيدرالية بحد ذاتها في الولايات المتحدة فمن الواضح أنها كانت يعني عاجزة عن إيقاف بدايات هذا الوباء ولا تزال عاجزة عن التصدي له بشكل فعال. نرى أن الصين كانت تصدي أفعل، وسنغافورة أفعل، وكوريا الجنوبية أفعل، وهذا يعني يحدث صخب كبير وهلع كبير في الولايات المتحدة، حيث تدرك يعني الأوساط الاجتماعية أن الدولة الفيدرالية عمليا غير جاهزة للتصدي لهذا الوباء الخطير جدا. نعم أستاذ طارق وهبي، الباحث في العلاقات الدولية وأنت في باريس، بتعتقد اليوم أن مبدأ التضامن في داخل الاتحاد الأوروبي ينهار؟ دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضغط عليها طابع الحمائي أكثر من التكاملية. مساء الخير أستاذ طارق، أهلا بك. شكرا لكم الاستضافة، واسمح لي قبل أن أبدأ أن أحيي كل الطواقم الطبية التي تعمل لمنع وصول إلى ما يسمى يعني وباء عالمي دولي الذي حتى اللحظة يعني قتل عددا كبيرا من الأشخاص. أيضا علينا أن نحيي أيضا ما يسمى الطواقم التي هي تدعم هذا الموضوع، يعني الأمن والذين كل رجال الأمن، وكل ما يعني اليوم الرئيس ماكرون ذهب إلى شرق فرنسا لزيارة المستشفى الميداني الذي وضعته القوات العسكرية هناك لدعم القطاع الصحي في يعني مشابهة هذه الوباء الذي يضرب فرنسا وبقوة. بالعودة إلى سؤالك وبالتحديد بموضوع له علاقة في الاتحاد الأوروبي، لا ننسى يا سيدي أن الاتحاد الأوروبي هو نوع من تجمع لدول عانت الأمرين في حربين قويتين، والآن هم مع بعضهم البعض لكي يسيروا بمفهوم له علاقة بموضوع الاقتصادي. يعني بدأت منذ العام 57 منذ اتفاق روما بهذا الموضوع، وحتى اللحظة هو يعني بصدد أن يتغير دائما. التركيز دائما في الاتحاد الأوروبي كان دائما على ما يسمى العلاقات الخارجية، ما يسمى التعاون الزراعي، أيضا العدل والأمن، وأيضا العملة. لكن الموضوع المهم وهو الآن هو موضوع التنسيق بالمفهوم. يعني إذا حصل طارئ في الاتحاد الأوروبي، رأينا هذا الموضوع عندما كان هناك موضوع الهجرة
كيف تعاطى الاتحاد الأوروبي بهذا الموضوع وكيف تفاعلت كل الدول بهذا الموضوع. لكن الموضوع الصحي وللأسف الشديد أصبحت كل دولة تتعاطى في هذا الموضوع بنفسها، ولكن هذا لا يرجع للاتحاد الأوروبي، وسأشرح لك لماذا. لأن الاتحاد الأوروبي بدعوة من الرؤساء واجتماع الرؤساء طالب الرئيس ماكرون وغير الرئيس ماكرون أن يكون هناك ما يسمى برامج لها علاقة بالموضوع البحثي العلمي الطبي، نوع الموضوع الأدوية، لكي يحصل الفرد الأوروبي على أعلى نسبة أو أعلى خدمة بهذا الموضوع. للأسف الشديد ما يحصل الآن في أوروبا هو عدم أخذ بعين الاعتبار ما يسمى المنحى الزمني. زميلنا عرض المنحى له علاقة بالوباء، ولكن هناك أيضا منحى زمني، يعني منذ مدى ما بدأت هذا الوباء. وهذا المشكلة الكبرى ترتبط أيضا بالمفهوم ما نسميه نحن الديمقراطية ومفهوم المعلومات، بمعنى هل تستطيع أن تحصل على معلومة وأن تتدارك بهذه المعلومة؟ لأن كل العلماء أو المجمع العلمي الطبي في فرنسا أراد أن يقول التالي: لنعرف متى بدأ هذا الوباء، وابتداء من هذا الموضوع نستطيع أن نحسب الأيام التي ستقدم لاحقا لكي نحد من هذا الوباء. والذي يحصل اليوم له علاقة بالحجر الصحي هو فقط موضوع لإيقاف الوباء وليس لإيجاد يعني حلول طبية، لأنه حتى اللحظة لا توجد حلول طبية، ما زال الموضوع فقط له علاقة بموضوع الحد من هذا الوباء. وأريد أن أقول لك أن الرئيس ماكرون اليوم منذ يعني عند الساعة 8:10 بتوقيت باريس ألقى خطابا مهما في منطقة ميلوز في شرق فرنسا، ودعا إلى موضوعين. الموضوع الأول هو دعم الاقتصاد الصحي، بمعنى إعادة طرح موازنة كل ما يسمى بوزارة الصحة وكل المنشآت الصحية. والموضوع الثاني هو وضع الجيش بحالة تأهب، ووضع هذا الجيش بحالة تأهب لإعانة الناس الذين لم يعني لو طلب غدا العدم الخروج بتاتا سيقوم وحدات عسكرية بما يسمى اللوجستية، أي إيصال الخدمات الأولية، معناتها الأكل، المياه، كل هذا المواضيع إلى لكن ألم يغب عن خطاب الرئيس أو هذا الكلام الذي أشار إليه في أمرين هامين: مبدأ التضامن الأوروبي، دعم الاقتصاد، كذلك عملية نشر الجيش. لماذا لم يوجه نداء عبر للدول الأوروبية حيث التقاعس الأوروبي وإغلاق الحدود وعدم الاستماع إلى صرخات والنجدة التي أتت من إيطاليا وهي إسبانيا تلحق بإيطاليا وربما قد تتفوق عليها من حيث عدد الإصابات والوفيات؟ أستاذي، الموضوع هو كيف هي الكمية الذين يعني ضربهم الوباء، وهل القدرة الصحية أو القدرة الشفائية أو القدرة الاستيعابية للمستشفيات في فرنسا أو حتى في الدول الأخرى. اليوم نحن نعلم جيدا الذي حصل في إيطاليا أن بعض المستشفيات لم تعد تستطيع أن تستقبل المرضى، وبعض المرضى للأسف الشديد بدأوا يفعلوا ما نسميه تري، بمعنى اختيار فوق 60 سنة وتحت 60 سنة، وهذا أدى إلى كتلة كبيرة من الذين هم فوق 60 عاما الذين توفوا. إذن الموضوع هو أيضا القدرة الاستيعابية لما نسميه المنشآت الصحية في فرنسا. يعني بكل صراحة اليوم في فرنسا 66 مليون فرنسي، إذا اليوم إذا كان وصلنا لموضوع له علاقة باستقبال المرضى، استقبال المرضى سيؤدي إلى عدم استقبال ولو أنه 1% من الشعب الفرنسي. دكتور بول، تعتقد أن كورونا سينجح في قيادة أو إعادة ترتيب التحالفات؟ وإذا كان الأمر كذلك بأي اتجاه؟ لأنه الآن هو التركيز على الأمن الصحي الوطني في ظل إجراءات انعزالية، والولايات المتحدة قادت هذا الأمر بداية في كافة علاقاتها وأعادت صياغة تلك العلاقات مع دول العالم من خلال أمريكا أولا. يعني أولا الأزمة التي تمر فيها كل بلدان العالم والولايات المتحدة أيضا فعلا أزمة تاريخية وجودية، غير واضح كيف ستخرج الولايات المتحدة ومتى ستخرج الولايات المتحدة وبأي شكل من هذه الأزمة، ماذا سيكون عدد القتلى، ماذا ستكون الأجواء الاجتماعية والسياسية، هل هي ستشبه يعني نوع من انتفاضة أو أزمة اجتماعية ربما أمنية أيضا،
الأوضح أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أكبر أزمة ربما تشبه أزمة 1929 و1930، تفوق بخطورتها الأزمة التي حصلت عام 2007 و2008. التوقعات الحالية تقول بتقلص الاقتصاد بنسبة 25%، أي زوال ربع الاقتصاد الأمريكي، ولا نعلم ماذا سيكون في الأشهر القادمة. إذن السؤال الأول هو كيف ستكون الولايات المتحدة، ماذا سيكون شكل الاقتصاد الأمريكي والمجتمع الأمريكي والحياة السياسية في أمريكا في آخر هذا العام. لا ننسى أيضا أن هناك انتخابات رئاسية في نوفمبر من السنة الحالية، حتى إجراء هذه الانتخابات تحت علامة استفهام، هل ستحصل، هل سيتم تأجيلها لأول مرة في التاريخ الأمريكي. هذا كله يسبق موضوع العلاقات الدولية التي قد تخرج من هذه الأزمة. أولا الاقتصاد العالمي هو في حالة تفكك أيضا بسبب هذه الأزمة الكبيرة. أولا كل دول العالم، أول دولة هي الدولة المصنعة الكبرى الصين التي تراجعت كثيرا في الأزمة التي مرت بها، ويعني انقطاع السفر، انقطاع الانتقال من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، وانعزال الاقتصادات داخل حدودها، وحتى انعزال الاقتصادات داخل الولايات في الولايات المتحدة والمدن والقرى. نعم. حتى الاقتصاد الأمريكي بشكل عام لم يعد اقتصاد وطني كبير. ثانيا ترجمت هذه الأزمة إلى نظرة جديدة للعلاقات الدولية برأيي في الولايات المتحدة، سيعتمد على من سيفوز في الانتخابات الرئاسية. إذا جدد الرئيس ترامب في الانتخابات سيستمر في السياسة القومية، سياسة انعزالية إذا جاز التعبير، وتقول الاستطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي أن الرئيس ترامب يكسب شيء من الشعبية خلال هذه الأزمة، ربما لأن المواطن الأمريكي يتطلع إلى الإدارة وإلى الرئيس للعون وللمساعدة، هذا قد يعزز من حظوظ فوزه في نوفمبر. أما إذا فاز جو بايدن فمن الواضح أن جو بايدن مباشرة سيلتفت إلى إعادة تقوية العلاقات الدولية والتحالفات الأمريكية، إعادة بناء الاقتصاد العالمي. هذه قناعة لدى الحزب الديمقراطي وقناعة لدى المرشح جو بايدن. طيب أستاذ طارق، باختصار تعتقد أن ما يحدثه الآن هذا الوباء من اضطرابات سيعيد النظر في أو يطرح السؤال الأبرز حول مدى جدوى استمرارية بقاء الاتحاد الأوروبي، سيعزز الأحزاب اليمينية، التيارات الشعبوية والتيارات القومية في ظل عدم نجدة هذه الدول وخاصة الدول الرئيسية؟ نستذكر أيضا في هذا الإطار ما كان صرح به التصريح الشهير للرئيس الفرنسي، الناتو التدخل السريع يصاب بشلل، حالة باول سريري. كل ما تقوله صحيح يا سيدي. اليوم علينا أن نبحث من جديد عن أطر جديدة في الاتحاد الأوروبي وكيف يتعاطى الاتحاد الأوروبي أو الدول مع بعضها البعض في هذا الموضوع. أوروبا تعاني كثيرا وتعاني أيضا مع جارها القريب يعني روسيا. روسيا أيضا تريد أن تأخذ من هذا الاقتصاد القوي الذي يدعم العالم والذي يبحث العالم، يعني حتى أمريكا تريد. الرئيس ترامب لم يترك أي حضور له عالميا إلا وقال أن أوروبا عاجزة وهذه القارة العجوزة لم تعد قادرة أن تدير نفسها بنفسها. أنا أعتقد أن هناك جيل من السياسيين الأوروبيين القادمين الذين سيأخذون بيد الشعوب لكي نصل إلى ما يسمى نوع من حوكمة جديدة. لا تنسى يا سيدي أننا اليوم لسنا في ما يسمى عصر العولمة السعيدة. العولمة كانت وتغنينا بها أن أصبحنا قرية صغيرة وأننا نتعاطى بهذا الموضوع، ولكن العولمة أصبحت لنا داء قويا، والدليل على ذلك ما يحصل بموضوع الكورونا، أي نحن غير قادرين على أن نقف أمام وباء وقدم من الصين ووصل إلى
إلى عدد من الدول الأوروبية. إذن البرنامج الأوروبي عليه أن يكون واضح. الشعبوية موجودة، رأينا ما حصل في إيطاليا، الشعبويين انحسروا، رأينا ما يحصل أيضا اليوم في صربيا، يعني رئيس الدولة رئيس صربيا ماذا قال متهجما على الاتحاد الأوروبي وهو ينعم باليورو، أي بالعملة الأوروبية التي تدعم اقتصاده، أيضا بالموضوع البولوني. إذن الموضوع الاقتصادي، وهذا ما قاله دكتور بول، يعني اليوم للأسف الشديد العولمة كانت نوع كبير مما يسمى الدعم المالي، التنوع المالي بهذا الموضوع. ولكن حتى اللحظة نحن يعني في أوروبا أصبحنا قلة قليلة نريد حقيقة نعود إلى الإنسان وندافع عن الإنسان. نعم. أشكرك من باريس البحث في العلاقات الدولية طارق وهبي، من واشنطن الدكتور بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لكما.